حمزة، خليني أسأل حضرتك، يمكن البنك الأهلي لغاية دلوقتي استقبلت شباكه 34 هدف، والرقم ده يخليه يعني في ترتيب الأسوأ دفاعا، فهو رقم 2 في الأسوأ دفاعا على شكل أو على ترتيب الدوري المصري الممتاز. لكن في آخر 4 أو 5 جولات هنلاقي إن البنك الأهلي لم تستقبل شباكه غير حوالي 4 أهداف بس، يمكن النسبة قلت يعني بشكل كبير جدا. هل ده معناه إن بابا فاسيليو قدر إن هو يتغلب على المشاكل الدفاعية اللي كانت موجودة في خط دفاع البنك الأهلي؟ اول حاجه لازم يبقى عارف المشكله فين، يعني اكيد هو عارف ان في مشكله، لانه زي ما انت قلتي الارقام بتدل ان في مشكله في دفاع البنك الاهلي، وده كان واضح جدا من بدايه الموسم. فاعتقد ان بابا فاسيليو ابتدى يحط ايده على المشاكل اللي موجوده في خط الدفاع. هي خط الدفاع كمان مش المدافعين بس، هي المنظومه الدفاعيه للبنك الاهلي كان كلها فيها مشاكل، خصوصا كمان لعيبه الوسط المدافعين كان في برضه عندهم مشاكل، كان عندهم مشاكل كتيره في العرضيات، دي كلها كانت مشاكل كبيره جدا بتقابل النادي البنك الاهلي. عشان كده النتائج كانت مش بالقدر اللي المفروض يبقى موجود فيه البنك الاهلي، وموقعه في الجدول كمان صحيح. نفس الموضوع، هم يعني تفرغوا او مش تفرغوا، هم كانوا مركزين اكتر في النواحي الهجوميه، ان اللعيبه اللي في الخطوط الاماميه اللي هم اللي بيهاجموا كلهم لعيبه على مستوى عالي جدا. أكيد. ممكن يكون الانتدابات ما كانتش بالقوه بتاعت على النواحي الدفاعيه والنواحي الهجوميه، هم ركزوا في النواحي الهجوميه اكتر، فعشان كده حصل مشاكل في النواحي الدفاعيه. بس الدوافع النهارده اللي اتكلم فيها عمرو دي بتفرق اكيد، يعني الدوافع بتاعت البنك الاهلي اعلى من شبح الهبوط بالظبط، ولا يعني الصعود للمربع الذهبي، ويمكن اصل المصري برضو خلي بالك يعني في 4 فرق بس بتفصله ما بين المركز ماشي الرابع. بس في ثلاث اربع فرق يعني من المقاولين 36، فاركو 35، مصري 35، ممكن يدخل معاهم ام بي 32. الفرق دي لا هي هتنزل ولا هي ممكن تبقى موجوده في المربع الذهبي، فبيبقى عندهم زي ما عمرو قال كده في اريحيه في اللعب، مش مستعجلين صحيح. ما بيلعبوش لهدف معين غير البنك الاهلي. البنك الاهلي النهارده عنده دوافع كبيره، عنده هدف، الضغط موجود صحيح. عليه، فدايما اللعيب اللي بيبقى دوافعه قويه اكتر هو ده اللي ممكن صحيح. يبقى بيجري على ال3 نقاط اكتر، خصوصا كمان انه الدور الثاني خلاص ما فيهوش تعويض، يعني أكيد. ال3 نقط الماتش اللي بيعدي خلاص صحيح.